واضح. هذا بالنسبة وفهمنا من كلامك أستاذ علي، أنت بالنسبة ليك تقول المبادرة المصرية قد تكون بداية الحل، ويمكن بأن يقف اطلاق النار بعد المبادرة المصرية. توا 37 دقيقة، فلنذهب للحديقة الخلفية للمقاومة الفلسطينية ونبدأ باليمن الحبيب. اليمن اليوم وباب المندب البحر الأحمر يمثل قوة ضغط رهيبة، لا فقط على الكيان المحتل لكن على التجارة العالمية ككل. أستاذ علي المعشني، أين نحن اليوم في البحر الأحمر؟ وهل الجيش اليمني واليمن قادر على مواصلة الضغط ومواصلة دعم المقاومة، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية التي تزداد حدة يوما بعد يوم أستاذ؟ نعم، خليني تسمح أبدأ معك أولا بالناس اللي مستغربين من القوة الصاروخية في اليمن. القوة الصاروخية، أنا بكلمك عن تاريخ القوة الصاروخية في اليمن. انتبه، اليمن كان يمنين إلى ما قبل 22 مايو 90، جمهورية اليمن الديمقراطية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال، تمام؟ الجمهورية اللي في الجنوب، جمهورية الجنوب، هي شيوعية ماركسية وتنتمي إلى المعسكر الاشتراكي، تمام؟ وكانت تمتلك التقنية والمدرسة الروسية العسكرية الروسية. الشمال كانوا خليط ما بين غربية وشرقية. طيب، كان عندهم يا سماح وحدة صواريخ، وخاصة الباليستية، سكود وأخواتها وسام وما شابه ذلك، كان يدربوا عليها الفنيين اليمنيين الجنوبيين في الاتحاد السوفيتي، وما كان يدربوا على عملية الإطلاق. ما إطلاق، لا، هذا ما في خبرة ممكن يجوك يعلموك الإطلاق، لا، تقنية الصواريخ. وبالتالي هذه تطورت فيما بعد وأصبحت وحدة كبرى بعد الوحدة، وهم الآن من يصنعون ويديرون هذه الصواريخ اليوم في اليمن. وبالتالي لا أحد يجلس يقلل لي واليمن وش عرفهم وش دراهم وكذا. الأمر الثاني كمية مخرجات التدريب المهني الحرفيين في اليمن بالملايين. فأنت بتتكلمي عن شعب منتج من الدرجة الأولى، اقتصاد زراعي لا يمكن أن يموت. والأمر الثاني أنك تتكلمي عن شريحة مهنيين وحرفيين بالملايين. وبالتالي تعرفي هذا الحرفي لو وفرتي إلا جزئية بسيطة وهي فتح مطار صنعاء، 6 رحلات إلى عمان ثم قلصوها إلى رحلتين. طيب، وين الرواتب؟ وين الأسرة؟ وين المطارات؟ وين الموانئ؟ ما في. يعتقد أن هذا سيسبب ضغط على أنصار الله وسيقدم المزيد من التنازل. أنصار الله لم يقدموا المزيد، قدموا صواريخ للكيان الصهيوني. فهمتي؟ فهم شعروا بالورطة وساوموا أنصار الله أضعاف ما كانوا يحلمون فيه أنصار الله. تصوري عرضوا عليهم إعادة الإعمار ورواتب لمدة سنة وفتح الموانئ اللي ما كان يحلم فيه، والعقوبات عليها من 2015، وش راح تزيد على اليمن؟ هي تحت البند السابع، محاصرة بر البحر والجو، والناس 9 سنوات بلا رواتب، وش راح تضيف لهم أكثر من كذا؟ الأمراض والمجاعات، ما راح تضيف شيء، فهمتي؟ بينما هم لو كان عندهم درجة عقل يا أختي سماح وأعطوا الناس مكاسب على الأرض، راح تتغير المود، المزاج العام للناس راح يتغير. الآن أنا أقول لك إياها وذكريها كويس، إذا الله كتب لنا عمر، دورة اليمن القادمة الآن في مفاوضات، والمبعوث الأممي خلاص على وشك الإقلاع هذا ويطوي ملف اليمن إن شاء الله قريبا. يعني الآن المزاج العام للدولة في اليمن سيكون منسوب العيار. منسوب العيار ارتفع اليوم. بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية تحدثت مرات عديدة أستاذ علي بن مسعود المعشني عن إنشاء قوة بحرية دولية لصد هذه الهجمات اليمنية. الرقم كان 54 ثم 40 دولة متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الأخير تتحدث اليوم أمريكا عن 9 دول يمكن أن تشارك. هذه القوة البحرية الدولية هل هي حقيقة أستاذ علي المعشني؟ وهل قادر اليوم الجيش اليمني بهذه الصواريخ والمسيرات والعتاد اليمني على مواجهة قوة بحرية دولية برئاسة أمريكا؟
قلت لك قلت السماء حوالين الناس يعني سبحان الله عندهم أحلام أكبر منهم، هم يعتقدون أنفسهم أنهم آلهة. في كتاب جميل ألفوا عبد الحي زلوم الأردني عنوانه أمريكا تريد والله فعال بما يريد. هذا إذا أردنا ندخل الجانب الروحاني، لكن على أرض الواقع هؤلاء الناس عندهم أحلام غريبة عجيبة. يعني أنت تحارب الآن على سبيل المثال يا سماح صاروخ يصنع في مناطق صناعية ورشة في غزة ما يكلف $100، يتصدى صاروخ في القبة الحديدية $1,000,000. يعني إذا تفوقت عليك التطور والتقنية فواجهها بالبدائية الموغلة في القبة. تصور الآن كيف صارت المعادلة. أنصار الله قالوها بالفعل من المليان، نحن نستهدف السفن الإسرائيلية. هذا وجد بأن أنصار الله مشكلته مع الكيان الصهيوني. فمثل ما ذكرت انسحبوا من 40 إلى 30 إلى وحتى 9 وهميين. على فكرة التسعة اللي ذكرتهم أمريكا أكثرهم قالوا بنشارك بالضباط في غرفة المراقبة، ضباط يعني مش قطع بحرية ولا إذا معناته هذا حلف ولد ميت أساسا، لأنه لا قيمة له. أنت لو قلت لي والله نقيم حلف لحماية أمن إسرائيل كان أفضل لك من التورية هذه، وتقول لي والله أمن الملاحة، أمن الملاحة ليس في خطر، معروف هذا الكلام. زين أمن إسرائيل ربيبتك هذه هو اللي في خطر، من يطول الملف والقضايا السياسية. سماح مثل ما تعلمنا أنه القضية السياسية إذا بقيت مفتوحة تبقى كالجرح المفتوح، الملف المفتوح في السياسة يا سماح معرض للمزيد من الأوراق. فالسياسي الحذق هو الذي يغلق هذا الملف بأقل عدد من الأوراق. ونحن نتحدث عن توسيع رقعة الحرب وعن هذا التسونامي القادم. مثلا المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن اليوم عن استهداف القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة بسوريا برشقة صاروخية. المقاومة الإسلامية بالعراق التي نستشف شيئا فشيئا أستاذ أنها تدخل للمعركة بأكثر حدة في الأيام القليلة الفائتة. نعم. هو محور المقاومة اللي عاجبني فيها سماح بأنهم يعني يتبادلون الأدوار بذكاء شديد. الناس الآن اللي بتقول والله ليش حزب الله ما دخل؟ حزب الله مربوط بدولة اسمها لبنان، وهذه الدولة متهالكة للأسف الشديد. فما يمكن لحزب الله الذي وصل إلى حاضن شعبي قياسي أن يخسره في ثانية، فهمتيني؟ ويقامر بدولة أمام عدو غاشم لا يتورع عن تدمير كل شيء قائم في لبنان، نكاية في حزب الله، ويجد فرصة ذهبية للنيل من الحاضن الشعبي القوي الذي وصل إليه حزب الله اليوم. حزب الله مشروعية المعركة عنده عندما يتساءل كل اللبنانيين من جميع أطيافهم وين حزب الله عن المعركة، وين حزب الله عن دماء أخوانا في فلسطين. هنا يدخل حزب الله لأن الرأي العام بالإجماع معاه. لكن لو دخل بإرادته هو وقيادته تأكد لكل التأكيد أنه الجعاجع اللي وراه سيقيمون طابور خامس مسلح. طابور خامس مسلح كما كانوا في 2006 يعطون الجنود الصهاينة الشاي في بنت جبيل. صبري أنت. فما يريد أن يفتح جبهتين، جبهة مع الصهاينة، وكان في اتفاق على فكرة أنه لو قام حزب الله اطعنوه من الظهر، مسألة محسومة جدا يعني. وكان قبل فترة إنزال في طرابلس في قاعدة عسكرية يعني آلاف الجنود والمعدات ونزل عشان إيش؟ يقول لك هذا عشان مناورات متفق عليها، مناورات متفق عليها. أنا منزل لي نص قوة الأطلسي في طرابلس وتقول لي مناورات متفق عليها، المسألة بيشتغلوا ناس أغبياء ما بيحسبوها صح، فهمتي؟ فهم رافعين العيار. إيران دولة، انتبهي، حسابات الدولة تختلف عن حسابات الفصائل. اليمن دولة بنكهة فصيل ما عنده مشكلة، والمزاج العام في اليمن مرتاح جدا على فكرة. وأنصار الله ارتفع منسوبهم في الحرب الجماعية في اليمن بهذه العملية طبعا. فالآن الأمور في متغيرات. اليمن قلت لك إيران حساباتها دقيقة للغاية، والمعروض عليها في يعني إيران عرض عليها مبالغ خرافية صبري مقابل فقط ضمان عدم توسعة رقعة الحرب، ورفضت أنه خيار توسعة رقعة الحرب لا زالت قائم. هذا خيار قائم،
زين، وبالتالي لما هم يشوفوا الضربات في سوريا وفي العراق وفي أربيل وفي كركوك وكذا، هم يفهمون هذه الرسائل. أنا اللي يعجبني يا سماح أنه الصهاينة والأمريكان يفهمون هذه الرسائل ويألمون كثيرا لها، وألمهم مش دائما يكون مادي، حتى المعنوي. أنت إذا شفت الآن اللي هم بيرصدون الشارع العربي، الأطفال الصغار اللي بيقاطعوا يا سماح، مقاطعة البضائع الأمريكية والمصانع الأمريكية، أطفال صغار، صبري لوين؟ هم هذا الجيل الآن اللي موجود لعلمك، الآن اللي موجود في غزة، هم جيل الألفين، انتفاضة الألفين. فهمتني؟ سر قوة هذه الفصائل يا سماح أنه أغلب هؤلاء المقاتلين الشرفاء دخلوا السجن 4 أو 5 مرات ونالوا من التعذيب ما يكفي، وفوق هذا لا يتورعون ولا يرتدعون. صبري، الكارثة في المقابل، الجندي الصهيوني يدخل حرب يتحول احتياط على طول، يربون بنفسيته، حرب واحدة تكفي. وانت سمعت انه في بعضهم طلعوا مجانين صاروا يحلموا كوابيس ويرشون بعضهم بعض. ونفس الشيء انت لما تشوفي بالله واحد يحمل قنبلة يا سماح ويضعها في دبابة راجلا برجوله، شفتي جيش؟ يعني انا اشوف الشيء والله اني استغرب، وكأنه تمثيلية. ويضرب اعجاز استاذ، حتى اكبر المحللين يعني العسكريين يقول كذا، اعجاز عسكري اللي قاعد يصير. طبعا غير التكتيكات اللي استخدموها، الانفاق الوهميه اللي عملوها وفجروا فيها الالاف لغايه اليوم، انفاق وهميه يصورون بالاقمار الصناعيه ان هذا انفاق من غزه طالع منها فصائل، ايدوا يداهموها تطلع من غومه بالكامل وتفجر. صواريخ لما تنفجر تستخدم ضد الياتهم. يعني هم شافوا الشيء اللي ما يمكن يحلموا فيه على الإطلاق. لما تجيني والله تمسك لي نفق 4 كيلومتر وتقول لي وصلنا بداية النفق، بعدين تكتشف أن النفق 500 كيلو وكل النفق ما يوصل لأخوه، ما يوصل للثاني. ناس دارسين الأمور يعني بطريقة هندسية وطريقة فنية وحاسبين حساب لكل شيء. الأسرى يا سماح اللي يخرجوا الصهاينة، بالله أسرى يخرجون بعد 2 أسبوع حاملة معاها كانيش، شفت الحلاوة اللي عايشين فيها؟ فهمتي؟ حاملة كانيش وحلويات ومعربيات، وين كانوا عايشين هذول الناس معنا؟ ومسرح شعرها وسشوار وكذا. أكبر رسالة قدمتها الفصائل المقاومة بأنه أثبتوا بأنه معاملتهم وطريقتهم وأمورهم، أكثر من 10 رسائل أبصروا عن طريق هؤلاء الناس لما عوتبوا ليش تمدحوا حماس ومعاملتهم؟ قالوا لا، الصورة تتكلم لها. واضح. أستاذ علي الماشني، سؤالي الأخير خاطر بقي فقط 4 دقائق في الحصة، بالنسبة عندما نتحدث على كل هذه الانتصارات، هناك انتصار آخر للمقاومة التي برهنت على عجز، وعلى حتى الصحف العبرية بيدها صحفهم تحدثت عن أكذوبة كبيرة، هي الاستخبارات الإسرائيلية والشباك والموساد والفرقة 8 والكتيبة 8200 وغيره. فنرى اليوم شيئا فشيئا فشل هذه الاستخبارات، وكأننا كنا نعيش أكذوبة كبيرة اسمها استخبارات لا تقهر إسرائيلية. صحيح. ما أنا قلت لكم شغالين على استراتيجية الخوف مقابل القوة، هذا كلام خطير، مقابل كثرة عفوا. هذا كلام خطير يا ريت لو نغوص فيه. فالخوف مش بس مادي، الخوف المعنوي والتضليل، الموساد اليد الطولة، الشباك، الشنبت، أمان، يرعبونك بهذه التفاصيل. انزين، وبعدين تعرف في أي جهاز مخابرات معروف أصلا، أي جهاز مخابرات يعني إذا كان عنده حس تضليلي وعنده خصم يستهدفه، يعني جاء سين قتل صاد على سبيل المثال، طيب عادي، إنسان عادي وقتل. في أقسام أخرى عند الخيال المريض أنه كم رصدناه وكم مرة عرفناه يتنفس وينام وين ومن أصدقائه ومن كذا، حتى يبثوا فيك الرعب أن هؤلاء الناس يعني معقولة واصلين إلى أدق التفاصيل. أنا أقول لك حاجة، لما بدأ أول مرة بيتكلم عن مسألة تسليم الأسرة، أول دفعة من الأسرة، لماذا اشترطت فصائل المقاومة بوقف المسيرات الصهيونية والأمريكية؟ صبري، لين أثناء التسليم؟ قال لك حتى ما يكشفون الأسرة هذين من وين جايين. طيب كويس،
قلت له طيب خليكم بالمسيرات، وين الاقمار الصناعيه اللي جننوكم فيها اللي قلت عارف مقاس ثوبك ومقاس الفيستا ده مش كلمه كبيره طلعت؟ وين الاقمار الصناعيه؟ ما تحتاج الى مسيرات، فهمتيني؟ لما تقولي والله على سبيل المثال اي تقنيه توفرت لهؤلاء الناس بحيث انه يعطلوا منظومه العقل الغربي الاسرائيلي، والله هذا بحد ذاتها انتصار بدوي، لو لم يكن للمقاومه انتصار لا سمح الله لها هزيمه عقل. تعرف هزيمه العقل وش يعني؟ هزيمه بدويه والله ما يرفعوا رؤوسهم في يوم من الايام. الان هم في خيارات صعبه، يا اما يعجلوا بنهايتهم وهي قادمه لا محاله، او يعطوا نفسهم عمر افتراضي 5 سنين، والله ما يزيد عنهم يا سماحه راح اكثر، 5 سنين. هذا اذا سلموا من التاكل الداخلي، التاكل الداخلي. واضح استاذ. المزاج العام يا أي. المزاج العام، المزاج العام اليوم العالم يا سماح وجد في غزه يعني فرصه تاريخيه لقتل راس الافعى الصهيونيه العالميه في غزه. لم يكن الضمير العالمي بهذا الحده. صح. بالنسبه للمزاج العام الداخلي